والله برشا حاجات في تونس تخليك تقلق. بالطبيعة تونسي قالق وفادد. تونس خاطر ماك تعرف كل شيء فيها غالي. بلاد ما تخلص، ما لقاش فيها راحته، ما لقاش فيها عيشته، ما لقاش فيها قدره، ما لقاش فيها برشا حاجات. هم قالوا اللي المواطن التونسي ديما قلق وفادد ومش عاجبه شيء، هل انه صحيح ولا لا؟ اي صحيح. علاش؟ والله برشا حاجات في تونس تخليك تقلق وتفد. الأكثرية ما نعرفش ستريس وكل شيء. تونس خاطر ماك تعرف كل شيء فيها غالي وما عندكش حتى كيفاش باش معناها تحس الشعب الكل قلق، لي جون كل شيء حتى الكبار يعني كل شيء ديما تلقاهم قلقين. بصفة عامة تلقاهم توينسة أغلبيتهم خاطر بلادهم ما تعجبهمش، كلها تحب تخرج لبرا كل شيء، دونك بطبيعتهم مش تلقاهم فادين يعني، فهمت؟ هكا علاه بلادنا مش باهية يعني، ما فيهاش إنرجي بوزيتيف هكا باش تحس معناها تحس روحك تحب تبقى فيها ولا كل شيء. كل شيء نيجاتيف في تونس، اللي يحكموا فيها الحاكم العبيد كل شيء نيجاتيف يعني. إيه وأنت عاجبك الوضع باهي، ما في ما يعجب. هي دارات مقرقعة، لي دارات بصفة عامة على الحيط، حكومة ما فماش، دولة ما فماش. وين تحبني نوصل معاك؟ تخرج الكيس باهي باش تتفرهد، تقول ما يصيرش نتفرهد اليوم، ما تلقى شيء. بالعكس أبار انك تتفرهد اما يزيدوا يخموا عليك العبيد، تبدا تخرج يبداوا يخزروا لك، تبدا متعدي نورمال، تبدا هي درات هو ولا هي بدا يرفي روحه ودراش كيفاش ودراش نوى يرفي روحه كنوى في الدنيا، فهمت؟ يبدا يعمل لك هكا ويخزر لك ويهز فيك ويحط فيك، ما تفهم حتى شيء، تقعد قام سون كومنتير. والله مش التونس الكل سامحني، انا مانيش قلقه مانيش فايده وفرحانه الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. بالحق والله مش الناس الكل يعني، لباس لباس ديما لباس وديما الحمد لله، كي الناس وخير من الناس واقل من الناس. مادام الوضعيه تاع البلاد ما تبدلتش نورمال انهم يقعد بفاده وقلق، وزيد اكثر المعيشه غاليه وهو ما طبعاش يسافي مقدور انه حتى يعيش ولا حتى ياكل، معناتها دونك سي نورمال انه فاد وقلق. صحيح خاطر وضع البلاد دي اصلا يخليك تفد معناها، لا متروات تطلع على بخلاف انه معنى المعيشه غلت برشا والبطلة برشا، معناها اكيد الانسان باش يفد معناها فاسيل ما فهمت. سي ديما قلق وفاد ومش عاجبه شيء، هل انه صحيح ولا لا؟ صحيح صحيح. علاش؟ على الوضع اللي نعيشوا فيه. كيفاش؟ من جميع النواحي. مثلا ما عادش امان، الغلاء، كل شيء بنيتي، كل شيء كل شيء. فشنو اللي مش عجبنا؟ ما عادش عجبنا حتى شيء. يا حسرة. ايه وان شاء الله ربي يجريها على الصلاح بنيتي. بالطبيعة هذه حاجة معروفة. عليه؟ غلاء المعيشة وستريس وكل شيء. تعبت واسا كل تعبين ياسر. كل موظف كل مش موظف كل خدام كل بطال الناس كل نفس المشكلة. الناس كل تعبين ياسر ياسر ياسر. خاطر غلى المعيشة والكراي والماء والضو كل شيء بصراحة تطبق فيه. ما ينجمش يعيش فيها تونس بصراحة. راني عايش برا أنا حياتي كل، وتونس ولات أغلى من برا. والله أغلى من برا. في كل شيء بصراحة، حتى باش يقص تسكرة من هنا باش يروح بها. غادي صوم وانا صوم في تونس. هنا من المرة اللي فاتت صوم تسكرة بثلاث ملايين، اللي غادي تقص ب 300 400 يورو. وما نحكي لكش الحاجات الأخرى. صحيح الوضع ما يفرحش الجملة. هاك تشوف الدنيا كل شيء ماهوش موجود. نحكي معاك الصراحة، الدواء ما ثمش، زيت ما ثمش، واحد ايش مش يفرح؟ ما ثم شيء يفرح في البلاد هذه، والله شيء ما يفرح. وربي ان شاء الله يسترنا، والله ربي ان شاء الله يسترنا. اما بقدره الله مش يجي حاجه باهي ان شاء الله. من الرئيس هذا، الرئيس الجديد هذا قيس سعيد ان شاء الله. اشوف الجواب على السؤال هذا، كل واحد وظروفه راهو. ينجم يكون هو خاطر امور فرديه هذيا، اما بصفه عامه ثم جو عام تاع تقلق. علي زعما؟ طبعا تتفرج في الاوضاع الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه، كي تسمع انت هذا كل يوم في البلاتو تسمع وتقرا في الجرايد وتعاود انت بيدك تشوفه بعينيك جد، فتقتنع في الاخر. فماشي عائله فيها واحد ما يخدمش. انا عندي بنتي ماستر بلوس درا قداش؟ فهمتني؟ قاعده عندها 10 سنين في الانجليزيه.
وهذا مثال في كل عائلة. دونك تلقى هذا موجود في كل عائلة. اش معناتها؟ معناتها يعني بروبليم جينيرال. تونسي قالق وفادد على خاطر البلاد اللي عايش فيها مش بلاد. كيفاش؟ بلاد ما تخلص، ما لقاش فيها راحته، ما لقاش فيها، ما لقاش فيها عيشته، ما لقاش فيها قدره، ما لقاش، ما لقاش فيها برشا حاجات، فقد فيها برشا حاجات. يلزم عليه ما خلوناش احنا نعيشوا. تو انا من القصرين مثال، انا اعطيك موضوع القصرين تسمع بيه انت. القصرين اكيد تسمع بجدلين. اكيد يعني فما برشا عبيد ما تعرف ايه جدلين. علاش؟ خاطر فما برشا سبيب. احنا بلاد ما فيها شيء، ما فيهاش حتى خدمه، فيهاش حتى موضوع، عبيد ما نجمتش تعيش فيها بالرسمي. نحكي لك عبيد برا شوف تلقى ظروف على الاخر، على الاخر خاطر عبيد بالرسمي لزت بها للاخر. تو كان جت بلادنا تعيش، كان جت بلادنا فيها خدم، وكان جت بلادنا فيها حاجات، اش تلقاهم شاقل بحر؟ اش تلقاهم موتى؟ جاوبني، اش تلقاهم موتى؟ ماكش تلقى حد ميت، وماكش تلقى يعيش في بلاده لعنة وياكل ويشرب ويعملهم الكل، على خاطر بلاد بالرسمي على الحيط. ماشي بلاد هذايا باش واحد يفرح فيها راه بالرسمي راه والله. عليه كيفاه؟ ما نعرفش ولا ما نعرف. انت قلق وفدد ومش عاجبك الوضع؟ كلنا الساعة قلقين وفدين، وفحتى حد ما هو عاجبه الوضع هذا. فماش واحد من حومة شعبية عاجبه الوضع هذا، فما حد من حومة شعبية.